من كام يوم من أعلن إيلون ماسك مالك منصة إكس تويتر سابقا عن نجاح الشركة في زراعة أول شريحة إلكترونية في دماغ الإنسان. ماسك قال في تعليقات على منصة إكس إن المريض اللي أجريت له زراعة هذه الشريحة بيتعافى الآن بصورة جيدة. كلام إيلون ماسك ما وقفش عند كده، بس هو قال كمان يتأمل إن أو نأمل إن الشريحة دي تمكن الأشخاص اللي عندهم إصابة بالشلل الرباعي إنهم يقدروا يتحكموا بالأجهزة بمجرد التفكير بالحركة. هل ده وارد ولا لأ؟ قدرتنا على استجابة لده ولا لأ؟ تفاصيله هنعرفها من الدكتور محمد ساهر هاشم، استشاري المخ والأعصاب. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. خير يا فندم، مساء الخير على المشاهدين. اهلا وسهلا. احنا قدام ثوره في عالم التكنولوجيا الطبيه يا دكتور؟ على حسب الدراسات الاخيره، في ان هو كل التفكير التكنولوجي دلوقتي اللي بيتم تطبيقه بيتم على الحاجات اللي هي اللي فيها اصابات كبيره جدا، مثل الشلل، مثل تحسين الحاله النفسيه والصحيه لمريض الجلطات والخ الخ. الامراض اللي هي صعبه معالجتها كان كل التفكير عليها في اخر 10 سنين ان هم يطوروا من التكنولوجيا الصناعيه في المخ ان هم يحسنوا الامراض دي. ده صحيح اكيد. طب دكتور محمد، معلش عشان نقرب الصوره شويه، لانه في ناس كتير جدا وهم بيسمعوا الخبر ده يعني بيسالوا ازاي بيتم زراعه شريحه في مخ الانسان، ازاي بتيجي الاوامر من المخ لهذه الشريحه، العمليه او كيفيه اجرائها. موضوع يعني في نوع شويه من الخيال يعني. طبعا، هو في الاول كان مكان يعني دي مش اول شريحه تتركب في المخ كعلاج. لا، هو حصل كان في مثل في التسعينات وفي الالفينات كان في تم تركيب شريحه زي عباره عن بطاريه بتثير الكهرباء في منطقه معينه لعلاجه مرض الشلل الرعاش، وده تم نجاح العمليه دي. زي بالظبط بطاريه بتحفز مكان معين يفرز ماده يحسن مرض معين، وتم نجاح الموضوع ده. بس ده عباره عن بطاريه بتتركب في المخ وتحفز الموضوع ده. اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي ده حاجه اسمه ده جيم تشينج. ده الراجل اللي هو ايلون ماسك او الشركه بتاعته غيرت قوانين اللعبه تماما، ان انا عن طريق الجهاز اللي في دماغي اقدر بتفكيري اتحكم في حاجه. ودي حاجه طبيه وغير طبيه، ليها اشياء تقدر نسميها طبيه وغير طبيه. عباره عن جهاز، ده عباره عن جهاز بيتركب في المخ، واللي بيركبه روبوت عباره حجمه قد حجم الكوين او حجم قد العمله المعدنيه، والعمله دي لما بيركبها روبوت بيليها خيوط كهربائيه. الخيوط دي بتوصل بالاعصاب بتاعتنا وتقدر من خلالها تقرا الوصلات الكهربائيه. هو المخ عندنا كله وصلات عصبيه، صحيح، اعصاب ووصلات عصبيه عشان اقوم باي عمل وظيفي للمخ عن طريق توصيلات كهربائيه. فهو الخيوط اللي موجوده على الجهاز دي بتوصل لهذه الاعصاب، واحنا عندنا تقريبا 80 مليار او اكثر عصب في المخ. 80 مليار. فبيوصل بيها ويقدر يقراها ويوصلها بعد كده بجهاز عن طريق وايرلس. يعني الجهاز ده عباره عن زي وسيط ما بين المخ وما بين الجهاز اللي انا هستخدمه كتلفزيون. ده شيء معقد جدا يا دكتور، يعني حضرتك بتتكلم على 80 مليار خليه عصبيه، احنا هنا ده شيء معقد جدا، يعني ان انا الشريحه دي تقدر تستقبل الاشارات دي. هي حتى لا تقدرش تستقبل كله، بس هو بيقول يعني احنا في كل شويه الجهاز بيحاول يستقبل وصلات الكترونيه او سيجنالز معينه او اشارات من الاعصاب. طيب دكتور، ايه ممكن تكون مخاطر عمليات من هذا النوع؟ مخاطر زي اجراء اي عمليه جراحيه، يعني طبعا في تركيب نفسه اللي بيركبها روبوت، فانا طبعا ما كنتش يعني مش نجاح العمليه بنسبه كام في المية، ده روبوت اللي بيشتغل في الاخر خطأه زي اي خطأ انسان، يعني ممكن يحصل اي مشكله في العمليه دي تركيب. ممكن يحصل ساعات عمليه جراحات مخ واعصاب ممكن يبقى فيها نوع من انواع مثلا اصابه في المخ، او يؤدي مثلا الى تشنجات سرعيه نتيجه يعني لخبطه في كهربات المخ. ممكن المكان نفسه اللي يركب او البطاريه نفسها اللي بتركب مكان غلط، دي كلها حاجات ليها علاقه بالعمليه. دي الاساسيات اللي احنا بنخاف منها كاي واحد يعمل اجراء عمليه عاديه خالص. ما بنخافش احنا منها، يعني ما بنخافش احنا، بس احنا بنقول للمريض ممكن يحصل في حاجات معينه ممكن تحصل نتيجه اجراء بيحصل ساعات خطا طبي وارد يعني شائع. طب دكتور، ايه هي يعني اكتر الامراض اللي ممكن شريحه زي دي تقدم حلول ليها؟ هو لما ايلون ماسك صراحه قالها ان هو هيبتدي يشتغل على
الجهاز ده لما ابتدى وتم الموافقه عليه من هيئه جهه الغذاء والصحه في امريكا، قال لك ان هو الجهاز ده هنستخدمه لعلاجه الامراض الاول مثل الشلل الرباعي، واحد مثلا حصل عنده قطع في النخاع الشوكي نتيجه الجلطات، واحد عنده جلطه في مخ مش عارف يحرك ايده او رجله، عنده فقد القدره عن الكلام او السمع، والامراض النفسيه. طيب دكتور، متوقع ان حاجه زي كده يتم تنفيذها قريبا للجميع، ولا دي لسه مرحله التجارب السريريه نشوف هتوصل لايه وبعدها يتم تنفيذها؟ هو تم التجربه على طبعا حيوانات، تم جربوا، انا شفت فيديو ليه من كام يوم ان هم جربوا على قرد لعبه بينج بونج، علموا القرد ازاي يلعب لعبه بينج بونج، وعملها بعد كده بدماغه، يعني بعد لما ركبوا له الشريحه بتفكيره عارف يلعب اللعبه بتاعت ويقدر يلعب الكمبيوتر فيقدر يصد كرات بينج بونج، فده نجاح بالنسبه للحيوان. بالنسبه للانسان تم تركيب او زراعه اول شريحه من تبع الجهاز ده يوم الاحد الماضي، وده قالوا ان هو لسه هيبتدوا يجربوا عليه اللي حصل قبل كده في التجارب السابقه مع الحيوان. اكيد، كل الشكر ليك الدكتور محمد ساهر استشاري المخ والاعصاب، شكرا جزيلا لحضرتك.